يا الله هي بدها تصرعني. في عنا اجتماع ما فيني رد. يلي بقصده خلاص أنا كبرت بالعمر وفي شغلات ما أنا مريحتني وزعجتني، يعني أنا هلأ موجودة بس يمكن بكرة لا، ما حدا بيعرف إمتى بموت. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ لا تقاطعني يا فرات، صار لازم نحكي بالواقع، ما بدي بقى أتخبى وراء إصبعتي. بس لو أعرف شو بيخطر على بالك تحكي. خلاص أنا تعبت يا فرات، كتير تعبانة، والعداوة اللي بيناتكن عم بتخليني مقهورة. بس يا أمي أكيد نحنا مالنا أعداء، معناه تتعاملوا مع بعض مثل الإخوات اللي بيحبوا بعضهم. إلي سنين وأنا عم بحاول معكن، تعبتوني كتير. معقول اللي عم بطلبوا منكن صعب؟ ليش اجى لهون؟ حكى قدامك شي؟ وقفتي لي قلبي، طلعي صوت على القليلة. قال جاي كرمال باسل. أنا انتهيت، يا ربي تخيلك تكون معي. اهدي، لو إنه بيعرف كان حكى اليوم. بلكي ناطر شي لحتى يحكي. أنا متأكدة طلال بيعرف عن الموضوع. لك شو بدي ساوي إذا قال لباسل؟ لا يا أمي مستحيل، أنا ما أجيت لهون كرمال ضل للأبد. لكن ليش أجيت يا أخي؟ إذا ما بناخد من وقتك خبرنا، بس مو تخليني عصب وأنت عم تقول إنك جاي كرمال ابني. ليك بدي خبرك شغلة، كأنك مفكر حالك بالشركة وعامل لي مدير على العيلة. مين قالك عامل مدير؟ كنا كتير مروقين قبل ما توصل حضرتك على هذا البيت. بكفي خلصنا بقى، هادي اللي عم بحكي عنه تتقاتلوا على أي شغلة؟ شو صغار أنتو؟ أنا عندي فكرة أمي. ما بدي أسمع شي بنوب، بطل عندك رحمة أبداً، قهرتني وكسرتني طول سنين اللي مرقت. خلاص بكفي هلأ، قرار نهائي، من يوم ورايح رح تديروا الشركة مع بعض أنتوا الاثنين. أمي أمي، لا طلال ولا أي مخلوق بيشاركني بإدارة الشركة، أنا ماني بحاجته أبدا. شبو بابا؟ لا ما في شيء ابني. شو عم بيصير؟ هنن على طول هيك بيتخانقوا، وانت ما بتتذكر كنت كتير صغير، ابوك وعمك ما بيتفقوا ابدا.